إذن مرحبا بكم متابعين عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. سنقدم لكم هذه النشرة الجوية الخاصة لتساقط أمطار رعدية غزيرة مع أجواء حارة جدا نهار اليوم الأحد 9 من شهر جويلية 2023. إذن أمطار مرتقبة على مناطق خنشلة، ولاية باتنا، ولاية قسنطينة وأم البواقي، بالإضافة إلى ولاية بجاية وتزي وزو، وصولا إلى شمال ولاية أسطيف. إذن هذه المناطق ستشهد أمطار إن شاء الله. تقريبا الحرارة أيضا ستكون مرتفعة جدا على كل المناطق الصحراوية، المناطق الجنوبية الغربية، وسط الصحراء، ومناطق شمال الصحراء والواحات، والمناطق أيضا الشمالية. إذا قد تتجاوز 50 درجة على المناطق الجنوبية، وتصل أيضا ما يقارب 46 درجة على المناطق الشمالية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.